الفجر، كان المأمورية يمكن انتهت الساعة 8 صباح اليوم. كان في 3 مأموريات في مدينة نصر والتجمع الخامس، وتم ضبط بعض المطلوبين في 3 شقق، تم ضبط 4 عناصر من العناصر المطلوبة، تم ضبط كميات من TNT والمتفجرات، واستهداف مبنى كان بيعد زي جيم كده تحت أسفل العقار في الحي العاشر في مدينة نصر، وتم إطلاق عائرة نارية بكثافة على القوات، وترمى على القوات سلال ذخيرة، قنابل، وبعدين أثناء التعامل استمع صوت فرقعة قوية جدا، انفجار شديد، وبعد ما القوات كل ما تيجي علشان تدخل علشان تفتش يحصل انفجارات أخرى متتالية، وبعدين حصل إن الانفجار ده أدى إلى حرق بعض الشقق داخل العقار. ربنا يسر الناس اللي كانوا في العقار قدروا يخرجوا، ومحدش الحمد لله أثناء المأمورية دي أصيب سواء من القوات أو من المواطنين الحمد لله. وقتل أحد واحد من اللي كانوا موجودين في الشقة، وهو اسم الكونيا بتاعه هو اللي متحدد ومعروف، والأجهزة دلوقتي بتشتغل علشان تحدده مين هو وكان موجود. دي أحد الجهود اللي اتنفذت النهاردة برضو ليلا طول الليل، وكان في متابعة لهذه المأموريات. أنا بحيي كل القوات اللي شاركت في هذه المأموريات سواء في المنزلة سواء في مطروح سواء في القاهرة، زي المأموريات مستمرة كل يوم. امبارح في منطقة السحر والجمال طريق مصر الإسماعيلية، كانت منطقة هناك عبارة عن بؤرة مخدرات، وكان كل ما القوات تيجي تمشي من المنطقة بس بقوات تأمين الطريق أثناء سيرها على الطريق عشان تأمن الطريق وتأمن المرة ضد الخارجين عن القانون، بؤرة المخدرات دي يعتقدوا إن القوات رايحة لهم فيضربوا نار على القوات. من أسبوعين استشهد أحد المجندين وأصيب آخر، وأصيب سائق السيارة في وقع في قبلها بيوم، واستشهد أحد الضباط. وأثناء التعامل في المأمورية بتاعت امبارح ديت كانت حوالي الساعة 3:30 مساء، قتل أحد المطلوبين، واتظبط في المأمورية دي مخدرات، واتظبط سلاح، واتظبط هيروين، واتظبط عربية مسروقة، وعربية تانية كانت موجودة في مكان الحادثة. جهود متواصلة، بحيي القوات وبحيي رجال الشرطة عليها، وده واجب عليهم، وهذه التضحيات بيقدموها لبلدهم ولصالح أمن بلدهم وأمن الوطن والمواطنين جميعا إن شاء الله. بعض الناس بتسقط على الأجهزة الأمنية وبتتكلم على أساس إن إحنا ما زلنا بنمارس التعذيب، وإن إحنا لا نحترم حقوق الإنسان. وأنا بأكد وبقول إن العقيدة الشرطية اتغيرت إلى أقصى حد. هناك احترام لحقوق الإنسان، هناك تأكيد على حرية التظاهر، هناك تعليمات صدرت بمراعاة حقوق الإنسان. على سبيل المثال، لما حد يتظبط من حقه نمكنه يستخدم التليفون عشان يخطر أهليته، وممكن نتولى عملية الإخطار بأنفسنا. عملية الزيارات بقت السياسة اللي احنا بنتبعها وبنحاول نرسخها خلال الفترة القادمة، وهو ده هدف لينا، ان احنا نتعامل مع الناس باحترام ونطبق القانون على الجميع
بحسم وبعدالة ودون تفريق. هو ده الأسلوب اللي احنا ماشيين بيه، وبدون ضوضاء وبدون شوشرة بنأدي مهمتنا لصالح أمن المواطن وأمن البلد. نحن مع الشرعية، الشرعية اللي أتت برئيس منتخب، الشرعية اللي أتت عندنا مجالس نيابية انتخبت وإن كانت هناك أمور قانونية. هذا هو أسلوب وسياسة وزارة الداخلية في الفترة القادمة. حق التظاهر مكفول، التظاهر السلمي مكفول للجميع، لا نتعرض لأي مظاهرة سلمية، وإنما نواجه من يتعدى على حقوق الآخرين. قطع الطريق، قطع السكة الحديد، احتجاز المواطنين، احتجاز المسؤولين، تعطيل الإنتاج، تعطيل العمل، هذا نواجهه بالقانون. هذا هو السياسة التي نتبعها وزارة الداخلية. بعض الوقائع يلقى عليها الضوء وتشوه الصورة كأننا ما زلنا نمارس ونفض الاعتصامات بالقوة ونفض المظاهرات بالقوة، وهذا غير حقيقي على الإطلاق. خلال الفترة الماضية ما يزيد عن 2000 مظاهرة ووقفات احتجاجية، لم نتعرض سوى ل 136 وقعة فيهم. 136 وقعة دي من 2000 وشوية كانوا بيمثلوا اعتداء على حرية الآخرين. قطع الطريق ذنبه ايه الراجل اللي ماشي على الطريق؟ قطع السكة الحديد ذنبه ايه الناس اللي راكبة السكة الحديد وعايزة توصل لبيوتهم؟ احنا بننظر لها منظور انساني. هذا المار على الطريق وهذا عابر السبيل واللي راكب السكة الحديد ده مواطن له حق. مشاهدينا، تابعنا معكم جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية، ومعي هنا في الاستوديو للتعليق على أهم ما جاء في هذا المؤتمر المحامي أحمد راغب وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان. مرحبا بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني أبدأ معك من التعليق على أهم النقاط التي جاءت في هذا المؤتمر، أنت يعني كيف تقرأ ما جاء؟ يعني هو في الحقيقة طبعا هو في محدش يقدر ينكر ان في مجهودات من قبل وزارة الداخلية او من قبل الحكومة لاستعادة الامن، بس هو المجهودات بتصب في انهي جانب؟ هي المجهودات بتصب في جانب استعادة الامن على طريقة مبارك، على طريقة نظام مبارك، وبالتالي فما فيش اي نية او ارادة سياسية للاعتراف الاول بان جهاز الداخلية هو كان احد الاسباب الرئيسية لقيام الثورة المصرية، وكانت احد الاماكن اللي كان بيرمز اليها دايما الثوار والمصريين على اعتبار ان هي احد رموز الظلم والاستبداد في مصر، وبالتالي فما فيش نيه للاعتراف. ده ادى الى ما فيش اي اراده سياسيه للاصلاح او التغيير او الى اخره، ولكنه يعني يعترف ضمنا انه هناك تغيير في العقيده الشرطيه، مما يعني نعتبره انه ضمنا يعترف ان هناك يعني تغيير او نيه للاصلاح. ما اعتقدش ان هو في، يعني انا الحقيقه المؤتمر الصحفي ده يعني فكرني بيه المؤتمر الصحفي اللي كان عمله حبيب العدلي قبل الثوره بايام بالاحتفال بعيد الشرطه في 25 يناير 2011، نفس الطريقه في التعامل مع المواطنين والى اخره. مفيش عقيده اتغيرت لان لسه لحد دلوقتي في تعذيب. مش حقيقي الكلام اللي بيقوله الوزير ان مفيش حالات تعذيب، في حالات تعذيب يعني تجاوزت العشرات يعني خلال الفتره اللي فاتت في تولي اللي هو احمد كمال مسؤوليه الوزاره. هل هناك حالات محدده انتم يعني رصدتوها يا استاذ احمد؟ زملاء في زمايلنا في مركز النديم اصدروا تقرير عن 100 يوم من حكم مرسي، في عدد كبير جدا من حالات التعذيب
عدد كبير جدا من استخدام القوة المفرطة، عدد يعني عدد من الفض الاعتصامات إلى آخره، يعني من الإجراءات اللي ارتكب أو الجرائم اللي ارتكبتها وزارة الداخلية في أحداث نايل سيتي أو في شبين الكوم أو في سوهاج أو في عدد كبير من المناطق يعني المختلفة. وبالتالي فالمشكلة الأساسية هو أن وزارة الداخلية والدولة المصرية إلى الآن مش عايزة تعترف أن وزارة الداخلية ارتكبت جرائم، والجرائم دي علشان يعني نتقدم خطوات لقدام، أولا لازم يحصل اعتراف، لازم يعترف أنه ارتكب جرائم. الحاجة الثانية أن هم يبقى عندهم إرادة سياسية للتغيير. الحاجة الثالثة والأهم أن هم إيه هي الرؤية للتغيير و إعادة هيكلة وتغيير العقيدة الأمنية. على سبيل المثال الوزير النهاردة اتكلم على تغيير العقيدة الأمنية، بس هو ما قالش يعني تغيرت لإيه، يعني كيف تغيرت العقيدة الأمنية لدى ضباط الشرطة أو لدى أفراد الشرطة أو لدى هيئة الشرطة بشكل عام. عاوز يعني أطرح بعض النقاط اللي ممكن تبقى يعني كاشفة لي اللي أنا بقوله. على سبيل المثال كلنا تابعنا ان كان احد المتهمين في موقعة الجمل اللي هو مرتضى منصور، ازاي ان هو كان في امر من محكمة الجنايات بضبطه واحضاره، والامر ده ظل يعني شهور طويلة ولم ينفذ من القانون. ده حكم قانون، يعني ده القانون بيوجب على وزارة الداخلية باعتبارها جهة منفذة ان هي تقبض على مثلا مرتضى منصور، ما تمش القبض عليه. اللواء حسين سعيد اللي هو مدير جهاز الاتصال بالامن المركزي، انا عاوز اسال يعني او اوجه لوزير الداخليه سؤال مباشر. اللواء حسين سعيد هو كان احد المحكوم عليهم في قضيه، او هو محكوم عليه في قضيه اتلاف السيديهات الخاصه بقضيه مبارك، وقضي عليه بحكم نهائي بالحبس سنتين. الى الان لم ينفذ، الى الان اللواء حسين سعيد طليق، الى الان لم ينفذ عليه حكم القانون. وبالتالي فاحنا دلوقتي تحول الموضوع، يعني تحول سياسه وزاره الداخليه والعقيده الامنيه الجديده الى يعني ممارسه البطش والعنف والاستبداد ضد المواطنين، ضد طب هل هذا مثلا هذا الحكم كان مثلا مع وقف التنفيذ او يعني شيء ما شابه ذلك؟ لا يا فندم، لا، الحكم واجب التنفيذ. وبالتالي ففي يعني انتقاء للتنفيذ القانون، القانون بينفذ على الفقراء الضحايا التعذيب والبطش والاستخدام المفرط للقوة والقتل حتى خارج القانون، كل ده بيمارس ضد الحقيقة الفقراء. هو نفس سياسة حبيب العدل ونفس سياسة نظام مبارك. في رؤية واضحة وفي خريطة طريق واضحة لوزارة الداخلية لإعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية، والرؤية دي من بداية الثورة وهي بتتقال، وللاسف لحد دلوقتي مفيش اي خطوات لحد دلوقتي. على سبيل المثال ان العقيده الامنيه اللي بيتكلم عنها سياده الوزير، احد الحاجات اللي اتقالت لنا ان جهاز الامن الوطني هو ليس وريث جهاز امن الدوله، وان هو مجرد جهاز جمع معلومات، وان هو لم يعني مش هيقوم باي عمليات قبض، ولا عنده قوات ولا عنده الى اخره من حاجة. لكن هو ما زال يعني ينفذ نفس المهام. لا امبارح بس يعني جهاز الامن الوطني اعلن في وسائل الاعلام جهاز الامن الوطني قبض على مجموعه من الاشخاص اللي كانوا بيخططوا لعمليه في العيد والى اخره. ما يهمنيش الخبر ان هو صحيح ولا مش صحيح، بس اللي يهمني ان لا زال جهاز الامن الوطني بيمارس نفس الصلاحيات ونفس السلطات، وبالتالي فما فيش عقيده امنيه اتغير. في عمليه تجميل لوزاره الداخليه، في عدد كبير من قيادات الداخليه لحد دلوقتي في العمل متورطين بشكل مباشر في جرائم ضد المصريين وفي جرائم ضد الثوره المصريه. الداخليه وزاره الداخليه مسؤوله بشكل كبير جدا في اخفاء الادله والمعلومات فيما يتعلق بقضايا قتل الثوار والى اخره. الداخليه عندها قصور وغياب واضح وشديد جدا فيما يتعلق بالتعامل مع ملف يعني حقوق الانسان واحترام حقوق الانسان. واحترام حقوق الانسان بالمناسبه ما هياش بدعه
يعني خارجيه، ده جزء من القانون، جزء من احترام القانون نفسه، قانون الاجراءات او طب او بعض القوانين. طب اسمح لي استاذ احمد، يعني المواطن المصري يعني اصبح يعني لديه تخوفات من الشارع ومن مساله الامن، لدرجه انه الان هو يعني البعض مستعد لقبول الوصايه الامنيه من جديد من جانب وزاره الداخليه لمجرد تحقيق الامن في الشارع المصري. هل تعتقد يعني ان هذه خطه نجحت فيها وزاره الداخليه بان يصل المواطن الى هذه الدرجه؟ ما اعتقدش، يعني انا يعني اعتقد ان الامن اولا ان حاله الانفلات الامن اللي كانت يعني اثناء ويعني الشهور اللي بعد الثوره كانت حاله انفلات امني متعمده ومقصوده لالقاء الرعب يعني ما بين الناس، وكان بيتم استخدامها سياسيا كويس جدا. واعتقد ان الامن اللي بيعتمد على الاستبداد والبطش هو امن مفتعل وامن غير قوي وغير يعني لن يدوم طويلا. يعني الامن القايم على احترام حقوق المواطنين وحقوق الناس هو الامن اللي بيدوم بشكل كبير. طب انا يعني ساعطيك مثلا مثال، يعني المظاهرات الموجوده الان يعني في كل مكان والاعتصامات، عندما نجد مثلا مجموعه من القوانين يتم تقديمها الى رئيس الجمهوريه من جانب وزاره الداخليه عليها الكثير من القيود على المظاهرات والحق في التظاهر، هل من الممكن يعني ان يتقبل المواطن مثل هذه القوانين من وزارة الداخلية لمجرد افتقاد الامن، لمجرد الزهق من المظاهرات ومن الاعتصامات؟ ما اعتقدش ان هو ان المواطن المصري والقوى السياسية المعبرة عنه هتبقى قبل ده. واعتقد ان مشاريع القوانين اللي اعلن عنها او يعني اللي طلب وزير الداخلية اصدارها من الرئيس باعتباره انه ليه صلاحيات تشريعية، ما اعتقدش ان هي هيتم اقرارها في الفترة اللي جاية، انما هي برضو بتعبر عن ازاي القائمين على وزارة الداخلية وعلى قطاع الامن في مصر بيفكروا، ازاي بيفكروا ان هم يزودوا صلاحياتهم، وازاي بيفكروا ان هم يستخدموا القوة بشكل اكبر في مواجهة الاعتصامات او الى اخره. الاعتصامات والاحتجاجات هو زي ما هو في القانون، دي امور مكفوله بموجب القانون. طالما ان التجمعات او الاحتجاجات هي تجمعات واحتجاجات سلميه فهي مكفوله بموجب القانون. لو وزاره الداخليه ركزت مجهوداتها فيما يتعلق بملف السلاح وتهريب الاسلحه وانتشار الاسلحه، او ركزت مجهوداتها في المناطق اللي ما فيهاش امن زي مثلا سيناء او بعض المناطق الحدوديه، افتكر ان ده هيعود بالامن اكبر على المواطنين. انا النهارده استغربت على سبيل المثال ان هو وزير الداخليه بيقول ان في اماكن احنا ما بنعرفش نخشها. يعني في اماكن هم كوزاره الداخليه مش عارفين يخشوها، او ان فيها المديريات مش قادره تخشها. ده حاله من حالات يعني الحقيقه يعني الفشل الامني. يعني وده مش محتاج قوانين، وده مش محتاج، احنا يعني الداخليه بتواجه خارجين عن القانون بيبادلوهم اطلاق النار، وبالتالي فده ملف امني، يعني ملف امني واضح. نسيب ده او احنا بنركز على ده وبنركز على فض الاعتصامات، طلبت جامعه نايل سيتي احداث طبع طلبت جامعه النيل احداث نايل سيتي، وبالتالي ف يعني اين الاولويات الامنيه؟ الأولويات الأمنية هي أولويات الثورة، وبالتالي فالوزارة وزارة الداخلية غير مؤمنة بالثورة، وبالتالي فهي ما بتحققش يعني أجندة الثورة فيما يتعلق بإصلاح الجهاز الأمني. إصلاح الجهاز الأمني بيقتضي أول ما يقتضي هو إن الداخلية كمان لازم تحاسب نفسها، مين القيادات اللي جواها المتورطة في قتل المصريين، وإيه التحقيقات اللي عملوها علشان إن هم يطهروا الجهاز، وهل قدموا عدد من القيادات لمثلا النيابه او الى اخره. ده هم بالعكس، ده هم بيساعدوا بعضهم، بيساعدوا قياداتهم زي اللي هو حسين سعيد ان هم يتهربوا من العداله. ده هم يعني بيرتكبوا جريمه ان هو لحد دلوقتي الراجل حر طليق، رغم ان هو اتحكم عليه بسنتين سجن. زي ما قلت حضرتك مرتضى منصور قعد فتره طويله من غير ما يتقبض عليه. كل دي علامات استفهام حقيقه بتقول ان وزاره الداخليه قوية وباطشة زي نظام مبارك بالظبط على الفقراء وعلى الأشخاص اللي هم ما عندهمش يعني سند ووراهم يقدروا يوصلوا أصواتهم، وبت يعني بتتسامح مع الآخرين. وده ترجمة للمثل المصري
الشهير يعني ان اللي ليه بطن اللي ليه ظهر ما يضربش على بطن. طيب يعني انتم كحقوقيين يعني هل هناك اي نوع من التواصل بينكم وبين وزير الداخليه او بين قيادات في وزاره الداخليه لتوضيح يعني وجهه النظر، وانه حتى الان هناك يعني تعذيب في الاقسام؟ يعني انت كما ذكرت ان هناك يعني تقرير من مركز نديم يرصد هذه الحالات ايضا فيما يخص اللواء يعني حسين ويعني والقضيه الخاصه بالاقراص المدمجه، هل هناك اي نوع من التواصل بينكم وبين القيادات الشرطيه؟ اعتقد ان كل الحاجات دي امور محلها النيابه العامه والأجهزة التحقيق، يعني ما فيش تواصل يعني بشكل مباشر، انما كل حاجات منشوره ومعروفه. هو من الأجدى ان يكون هناك تواصل، يعني اذا كانت وزاره الداخليه هي التي الان يعني تقدم القوانين، فمن الأجدى ان يكون هناك حوار مجتمعي مثلا حول هذه القوانين. يعني الحوار المجتمعي الى الان ما حصلش فيما يتعلق بالقوانين، احنا عرفنا من القوانين من خلال وسائل الاعلام، انما ما حصلش يعني حوار مجتمعي حوالين القوانين. انما مهم جدا المحاسبه، يعني مهم جدا ان يعني نخرج من الغرف المغلقه فيما يعني التفاوض مع وزاره الداخليه، واحنا مش يعني مش اهل للتفاوض، ولا احنا بنمثل الناس يعني بشكل ان احنا نتفاوض مع الوزاره او مع الجلادين او مع القتله او الى اخره. انما في اجهزه تحقيق مفروض ان هي تحاسب، مفروض ان هي تحقق، مفروض ان هي تعلن نتائج التحقيق. يعني في ادعاءات تعذيب وادعاءات اعتداءات والى اخره، الادعاءات دي لازم تبقى موجوده قدام اجهزه تحقيق عادله ومنصفه علشان نوصل الى حقيقه نعلنها على الناس، ووزاره الداخليه عليها ان هي كمان ما تحميش اي من المتورطين سواء في جرائم بعد الموجه الاولى من الثوره او جرائم اثناء الموجه الاولى من الثوره او قبل الموجه الاولى من الثوره. انما في المجمل في الحقيقه احنا قدام يعني وزارة داخلية تنتمي لعهد مبارك، احتمال تبقى يعني أكثر توحشا وبطشا من وزارة حبيب العدلي، يمكن أقل من كده، يعني ده اللي هيكشفه يعني الفترة اللي جاية. إنما نفس العقلية اللي بتدير وزارة الداخلية قبل الثورة هي نفس العقلية اللي بتدير الداخلية بعد الثورة، وده لجي نتائج وانعكاسات في الشارع كبيرة جدا. الثورة قامت علشان اعتداءات ليها علاقه بالشرطه، بدأ جرائم ليها علاقه بالشهيد خالد سعيد او غيرها من الجرائم، وبالتالي فكل شهيد بيسقط على ايد الشرطه فده يعني بيدي احتمال وبيدي ان في يمكن مؤشر على موجه ثانيه من الثوره، على مره ثانيه ان احنا نقول ان احنا مش عاوزين الدوله ديت، احنا عاوزين دوله تنتمي الى الثوره، تحترم حقوق الإنسان وتحترم الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والحرية. نعم، شكرا جزيلا لك. أنا معي الأستاذ أحمد راغب المحامي وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، معلقا يعني على المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، من نهاية جولة الأخبار المصرية، أما الآن فنترككم لعرض كامل للمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين جميعا، كل سنة وشعب مصر طيب آمن مستقر إن شاء الله، كل سنة وقواتنا المسلحة بخير تزود عن أمن الوطن، كل سنة ورجال الشرطة الشرفاء يؤدون واجبهم بكل همة ونشاط، وأحييهم جميعا وأشكرهم على أدائهم خلال الفترة الماضية، والشعب المصري ينتظر منهم المزيد خلال الفترة القادمة إن شاء الله. قدموا تضحيات، قدموا عرق، قدموا شهداء في سبيل أمن بلدهم. أتقدم بالشكر والتقدير لهم جميعا على ما بذلوه خلال الفترة الماضية. كانت تحديات كبيرة، سواء الهاربين من السجون، ما زال هناك عدد منهم، الأسلحة التي تتدفق علينا عبر الحدود والتي يتم التنسيق مع القوات المسلحة للحد منها إلى حد كبير، تقلصت هذه الأعداد ونرصد
ما يتم تهريبه عبر هذه الحدود، وربنا بيوفق الأجهزة المعنية في الوزارة وبيتم ضبط العديد منها. آخرها امبارح، اتظبط امبارح الفجر وكنا بنتابع خلال المأمورية، اتظبط عربيتين تمكنوا من التسلل، اتظبط فيهم مدفع متعدد، واتظبط منهم مع ثلاث مدافع نص بوصة مضادة للطائرات ومدفع ار بي جي و24 صاروخ، كل صاروخ طوله 1.5 متر تقريبا، و20 صاروخ عابر للمدن، و102 قذيفة ار بي جي، و102 عبوة قاذفة دفعة للقذيفة بتاع الار بي جي، و19 عبوة اسطوانة متوسطة الحجم فيها مادة بيتم التعامل معها يرجح انها تكون مواد متفجرة. هذا دليل على ان هناك جهود وهناك متابعة دقيقة لما يمكن ان يتم تسلل من عبر الحدود. اتظبط العربيتين واحد العناصر تم ضبطه ويتم تطوير مناقشته حاليا عشان نعرف ابعاده وكان جاي منين ورايح فين وكان اتجاه هذا السلاح الى انهي منطقه بالظبط، عشان نتعامل مع كل معلومه بكل دقه ونضع الخطط الامنيه المناسبه وفق هذا التطور الموجود. يمكن من ابرز الجهود، انا مش هتكلم على عدد السلاح اللي اتظبط ولا عدد الهاربين من السجون ولا على عدد المحكوم عليهم المطلوبين في احكام ولا عدد قرارات الازاله ولا الامور دي كلها جهود مبذوله، لكن انا عايز اقول ابرزهم كانت بحيره المنزله. هذه المهمه كانت بتمثل لنا احد التحديات ايام ما كنت في الامن العام، وكان الواحد بيحس ان هو عاجز عن الوصول الى هؤلاء نظرا للطبيعه الجغرافيه، وانهم بيرتكبوا الجريمه على البر ثم ينطلقوا الى داخل المياه ومسلحين باسلحه ثقيله، وعلشان ندخل وراهم القوات بيتم التعامل وبيصاب وبيستشهد العديد، وعشان كده كان لابد من الاعداد لهذه الماموريه. مرت بمراحل تم التنسيق فيها مع وزاره الزراعه علشان الثروه السمكيه هي المنوط بيها تجهيز المعدات والقوارب، تم التنسيق مع القوات المسلحة عشان نقدر نستعين ببعض المعدات الخاصة بها في عملية الاقتحام، لكن تبين صعوبة هذا المهمة لأن الغاطس بتاع البحيرة أقل لا يتناسب مع المعدات الكبيرة بتاعة القوات البحرية، وكان لابد أن نتعامل معهم بنفس أساليبهم، وتطورنا هذه الفلايك وجبنا لها برضو مواتير سريعة زي اللي هم بيستخدموها، وتم تدريب القوات على هذه المهمة قبل الانتقال إليها في أماكن مماثلة للبحيرة، وتم جمع معلومات على مدى 3 أشهر قبل تنفيذ المهمة، معلومات دقيقة أدت إلى تيسير المهمة، ساعدنا فيها ناس كتير شرفاء من أبناء المنطقة. هذه البحيرة بشام 130 فدان، 130 ألف فدان على 3 محافظات. نفذنا الخطة بحيث يبقى فيه هناك إجراءات على البر وهناك إجراءات قانونية تستهدف مساكن هؤلاء على البر في القرى، وأخرى مجموعات مسلحة تدخل علشان تداهم هذه الأماكن اللي بيسموها المراحات التي يختفي فيها هؤلاء الخارجين عن القانون. كان الهدف من هذه المهمة أكثر من هدف. الهدف الأول إجراءات ضد الخارجين عن القانون الذين يروعون أبناء الوطن بالسرقة بالإكراه وجرائم الخطف. في بعض الحوادث أتذكر خطفوا طفل 3 سنوات وتركوه وحيدا عند المداهنة
تركوه وحيدا في وسط المراح في وسط المياه ليلا، وربنا وفق القوات ودخلت جابته وقعدته لأهله. ورجل مسن نفس الموضوع، ناس ما فيش في قلوبهم رحمة يعني بيتحصنوا بالطبيعة بتاعة الجزيرة ما بين المياه والحشائش المرتفعة والمياه الضحلة والسلاح المتقدم اللي موجود معهم أسلحة آلية، أسلحة متعددة. ظبطنا أربجيهات معاهم وكانوا عاملين سواتر طبيعية بيستخدموها في هذه المناطق اللي بيختبئوا فيها. كنا حريصين جدا علشان ما نستهدفش أي واحد من الأبرياء الصيادين الذين يجوبون أيضا البحيرة. الهدف الثاني كان إزالة التعديات على هذه البحيرة حتى تعود مصدرا للثروة السمكية للبلاد كما كانت، ويتم تطويرها بما يقلل نسبة التلوث الموجود ونسبة التعديات، لأنها أصبحت جزر. وعلشان كده بعد ما الأمور ابتدت تستقر هناك دلوقتي مصالح متضاربة، أصحاب الجزر وأصحاب كانوا واضعين يدهم على هذه الجزر يأملون أن يخننوا أوضاعهم، أصحاب الحوش أو المزارع داخل البحيرة برضو أوضاعهم ما كانتش مخننة عايزين يقننوا هذه الأوضاع، الصياد البسيط وهو ده أحد أهم الأهداف للحملة، إن الصياد البسيط يعود ويتمكن من النزول إلى البحيرة مرة أخرى دون أن يضايقه أحد أو يعتدي عليه أحد، أو عندما يتوجه إلى ويجوب بمنطقة المنزلة والبحيرة يقدر يصطاد في أي موقع يراه يتناسب مع إمكانياته مع خبرته في الصيد، إلا أنه كان كلما يقترب من هذه المزارع التي يضع عليها آخرون كانوا يمنعونه ويعتدون عليه ويعود مرة أخرى ربما يرجع إلى أهله دون أن يكون ولا صيد ولا سمك. هذا كان الصياد البسيط أحد أهداف الحملة، أن يعود ويتمكن مرة أخرى، وهم كثيرين سواء في ثلاث محافظات بيطلعوا عايزين يصطادوا ويعيشوا حياة كريمة وشريفة، ودي كانت أهم أهداف الحملة من وجهة نظري. هؤلاء يريدون استمرار الحملة، والحملة مستمرة حتى الآن من أجلهم، وآخرون يريدون توقف الحملة لأنها تزيل بقرارات الحملة دي بتزيل كل التعديات على منطقة البحيرة. وزارة الداخلية مسؤولة عن تأمين القائمين على الإزالة، وهم المسؤولين عن هيئة الثروة السمكية، هم الذين يصدرون القرارات وهم الذين يحددون الأهداف المطلوب إزالتها، وتتولى وزارة الداخلية تأمين هؤلاء. عندما حدث التعارض شكلت لجان ما بين الزراعة متمثلة في هيئة الثروة السمكية وبعض المواطنين علشان نشوف مين وأي التعديات التي تمثل خطورة على البحيرة، لكن الهدف نحن مع الصياد البسيط حتى يتمكن من أنه يعيش حياة كريمة وشريفة. أنا بقول بس بعد الحملة دي السمك اللي كان وصل سعره أكثر من 20 جنيه نزل سعره دلوقتي لحوالي أقل من 10 جنيه، والناس هناك بدأت تمارس حياة طبيعية مرة أخرى. هذا بالنسبة للبحيرة. يعني المجهود اللي اتعمل فيها كان مجهود، لو قلت بس أرقام كده، الأرقام دي أعتقد أنها مسجلة، والجهود والتجهيز للحملة يعني موجود في فيلم وثائقي تم إعداده هنا في الوزارة، كان الهدف منه ليس الإعلام إلى حد يعني هدف رئيسي، لكن الهدف منه توثيق هذه الجهود، تدريب الإعداد، لأن ده هيبقى نموذج يحتذى به في الإعداد للمأموريات الكبيرة في الفترة القادمة إن شاء الله. ونبدأ حاليا في الإعداد لمأموريات مماثلة لبؤر إجرامية يصعب على مديريات الأمن بجهودها المحلية التصدي ليها، لكن إحنا بنعاونهم وبنقدم لهم الدعم الكامل علشان نحقق أهداف ونتصدى لكل التحديات وكل مظاهر
البلطجة ومظاهر ترويع المواطنين والخروج عن القانون. أنا عايز أقول إن هناك كان الناس بتتحدى إن الأجهزة الأمنية تدخل وتقرب من البحيرة، هؤلاء جميعا في السجن الآن، هؤلاء جميعا في السجن الآن. يمكن العناصر اللي احنا استهدفناها من خلال مصادر المعلومات الأمن العام وإدارات البحث المعنية ومباحث المسطحات وتعاون الأمن المركزي، تم استهدافهم يمكن على ما أذكر يمكن فاضل أربع عناصر تحديدا من العناصر الخطر، هم اللي ما زالوا لغاية دلوقتي يعني موجودين هاربين. طبعا بعد ما تم مداهمة البحيرة بعضهم هرب راح في الزراعات حول بلده أو راح محافظات أخرى، وتم من خلال مش عايز بقى أقول المصادر، مش عايز أقول المرشدين، أقول الشرفاء من المواطنين اللي ساعدوا الشرطة، ولولا هذا التعاون وهذه المساعدة لم يكن أبدا نتمكن من الوصول إلى هذه النتائج اللي تحققت على أرض الواقع إن شاء الله. وهذا نموذج سيتم توجيهه لكل واحد خارج عن القانون متحصن بالطبيعة الجغرافية اللي بيتخيل أنها تحميه، لن تحميه، لأن يد القانون أقوى. خلال الفترة اللي جاية ستشهدون إن شاء الله مأموريات أخرى نستأصل بها الشر من المجتمع حتى يتمكن كل الناس أنهم يعيشوا حياة شريفة وحياة آمنة مستقرة تليق بسمعة مصر البلد الكبير الذي ننتمي إليه جميعا. هذه الجهود لم تكن لوحدها، مرة أخرى أكرر وأقول إنها لم تكن بس مجرد جهود أمنية والنتائج تحققت نتيجة هذه الجهود، ولكن كان هناك تعاون كامل من أبناء الوطن، أبناء المنطقة، كان هناك دعم كبير أعترف وأعتز به من أجهزة الإعلام كلها بهذه الجهود، لأن هي الوقود اللي بتدفع الضباط والأفراد والمجندين على بذل مزيد من الجهود لتحقيق الرسالة المطلوبة منه. ممكن نشوف الفيلم وبعد كده نكمل إن شاء الله. سابقاً والتي كانت تبلغ مساحتها 750 ألف فدان وانحصرت إلى 240 ألف فدان، تغير حالها في مرحلة الانفلات الأمني التي عاشتها البلاد، حيث سيطر البلطجية وتجار السلاح والمخدرات على البحيرة وأصبحت مرفعاً ومأوى لأعتى المجرمين والهاربين من السجون وبؤرة لارتكاب جرائم الخطف والسرقة بالإكراه وتهريب المواد البترولية من السفن العابرة للقناة. وأصبح الصيادون لا يستطيعون مباشرة مهنتهم في الصيد خوفا من بطش تلك العناصر الإجرامية. البداية كانت سلسلة من الاجتماعات السرية لوزير الداخلية مع مساعدي للإعداد لخطة محكمة اشترك فيها الأمن العام والأمن المركزي والمسطحات المائية ومديريات أمن بورسعيد والدقهلية ودمياط والشرقية، وهي المديريات الأربعة التي تقع البحيرة ضمن نطاقها. خلال تلك الاجتماعات تم تحديد أسماء العناصر الإجرامية المستهدفة، كما تم تحديد أماكن المراحات وهي الغرف والعشش التي أقامها الخارجون على القانون، حيث قامت مجموعات من العمليات الخاصة في عملية سرية للغاية بإجراء استطلاع على أرض الواقع والسباحة وسط الغاب والبوص والمراحات لتصوير تلك البؤر الإجرامية. أعقب ذلك مجموعة من التدريبات الحية داخل نهر النيل في أماكن مشابهة
من حيث طبيعتها الجغرافية لمحلة المنزلة، إلى أن وصلت القوات لدرجة عالية من الاستعداد المدعوم لمعلومات تفصيلية عن المهمة المكلفة بها. كان الاجتماع الأخير لوزير الداخلية مع القوات المشاركة في العملية قبل وقت قليل من ساعة الصفر، والتي تحدد لها فجر يوم 6 سبتمبر عام 2012. اقول لكم ان احنا عايزين نكمل وفي نفس الروح والكفاءه دي، الناس الفنيه لسه جميله كتير. وبدات العمليه الامنيه الكبرى بالتعاون مع القوات المسلحة بفرض حصار أمني على محيط ومنافذ البحيرة والطرق المؤدية إليها. أعقبها اقتحام القوات للبحيرة برا وبحرا في وقت متزامن، ونشر تمركزات على الطرق المؤدية إليها، وتنفيذ مأموريات لاستهداف وتفتيش أماكن المطلوبين على البر، واستهداف العناصر المطلوبة بالمراحات داخل البحيرة. وزير الداخلية أشرف بنفسه على تلك الحملة وتفقد مسرح العمليات والقوات المشاركة، والتي بلغت 222 مجموعة قتالية من الأمن المركزي و25 مدرعة مصفحة و180 ضابط بحث و365 شرطيا سريا و27 صندل صوت. كل هذه الإمكانيات لنقل مجموعات الاقتحام و155 لنش صاروخ خشبي بموتور و40 حفار لإزالة المراحات والحدود وهدم الكسور، بالتعاون مع وزارة الزراعة والهيئة العامة للثروة السمكية. تعرضت القوات عند مداهمة أوكار العناصر الإجرامية لمواجهات شرسة وإطلاق عائرة نارية، إلا أن الخطة المحكمة والتدريب الراقي وعزيمة رجال الشرطة وتفانيهم في رسالتهم أسفر عن نجاح فائق لتلك الحملة، حيث أسفرت عن ضبط 660 عنصر جنائي خطر من ذوي السوابق الإجرامية وحائز الأسلحة النارية، والمطلوب ضبطهم في قضايا جنائية من بينهم 16 هارب من السجون، ضبط 2488 محكوما عليه بإجمالي 11489 حكم، ضبط 412 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص ما بين سلاح آلي وجرينو وطبنجة وبنادق خرطوش ورشاش متعدد وبنادق اف ان، ضبط آلاف الذخائر، ضبط سيارتين مبلغ بسرقتهما وعشرين سيارة محملة ببضائع مهربة، وضبط رؤوس ماشية مستولى عليها من حضائر خاصة بالمواطنين، وضبط 104 قضية حيازة واتجار بالمواد المخدرة، إزالة 1068 حوش وسد، وتحويط 279 مراح ومسكن من الطين وعشة، و26 مزرعة سمكية. حققت حملة بحيرة المنزلة أهدافها في فرض السيطرة الأمنية على البحيرة وضبط العناصر الإجرامية ومواجهة صور الخروج عن الشرعية وإعادة سيادة القانون. وقبل كل هذا، إعادة الشعور بالأمن لمواطني البحيرة وإيجاد مساحات كبيرة للصيد الحر، خاصة للبسطاء من الصيادين الذين أعربوا عن سعادتهم نحو ما لمسوه من جهد لرجال الشرطة لحمايتهم وخدمتهم. انا عمري ما في واقعه هعرفها واحد يصلي وانا موجود ابدا ان شاء الله. هو يعني الفيلم ده المجهود اللي اتعمل يمكن كنت عشان كده انا سالتكم انتوا نمتوا زي ما امبارح ولا ما نمتوش؟ لان انا تقريبا
لا بس في حاجه هتتعرض بقى، في حاجه بسيطه كده يعني النهارده انا كنت بدات كلامي في ان كان في ماموريه طول الليل شغالين فيها واتظبط عدد كبير من الاسلحه والاداره العامه للمخدرات مع العمليات الخاصه مع الامن المركزي مع مطروح مع الامن العام، وقدروا يظبطوا الكميات اللي انا قلت عليها، ويا دوبك الفيلم لسه جاي دلوقتي فيلم التصوير اللي حصل لهذه المطبوخات فنشوفه برضه بالمره. زي الاعداد اللي حصل التوثيق اللي حصل المره اللي فاتت، لا ده تصوير اللي حصل اثناء العمليه بالظبط. يعني الماموريه دي شغالين فيها بقى لنا 3 ايام. شغالين فيها 3 ايام والحاجه اتظبطت ما بين سيوة ومطروح. المسافة من سيوة مطروح حوالي 300 وشوية كيلو. اتظبطت دي قبل ما يوصلوا في مطروح، قبل ما يوصلوا مطروح ب 80 كيلو. لو تلاحظوا هنا الكاوتش بتاع العربيات خلاص بقى على الارض، لان القوات استخدمت حاجه كده بيرموها بعد قدام العربيه علشان ما تتكملش بيها ويقدروا يسيطروا بعد كده على العربيه. العربيتين تم التعامل معاهم بالاسلوب دوت، وفي اثار يمكن طلقات ظاهره اثناء التعامل في الاول وقبل السيطره. في الكاوتش اهو قذائف الار بي جي، وكل صندوق من دول كانوا بيمثل صاروخ. القذيفه بتاعته 40 سم وجسمه 60 سم واداه التوجيه وراها حوالي بتاع 15 او 20 سم. نص بوصه شق الدفع اللي فوق بتاعه الصاروخ. ده السلاح المتعدد والسلاح النص بوصة. فاكر يلا مش
حاضر. علي كرسي.